الحفاظ على البيئة البحرية والاستغلال الأمثل لفضاءات الموانئ. سلمى جلابي وتفاصيل. انطلاق هذه العملية التوعوية كانت من ميناء تامنفوست. الغواصون المتطوعون عبر الموانئ الثلاث سجلوا حضورهم بجمع النفايات والقمامات التي تؤثر سلبا على جمال المحيط البحري ونظافة البيئة البحرية. في إطار التنمية المستدامة، في إطار أيضا خلق فرص شغل، المحافظة على أيضا القيمة اللي راهم ينتجوها المهنيين في مختلف هذه الموانئ، وفي نفس الوقت هي تتناسب مع دخول الموسم تاع الصيد، الموسم الطبيعي لمختلف المصايد، مصايد سردين، طونة الحمراء، مختلف الاستزراع السمكي. إنجازات ومشاريع استثمارية بالموانئ من شأنها توفير مستلزمات الصيادين والمهنيين ومستعملي الموانئ. إنجاز شبكة مياه صالحة للشرب، شبكة تصريف المياه القذرة.